أحييكم في كل مكان. مع الاقتراب من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المحلية، ما زال الهدوء حتى الآن هو هدوء قلق يتمثل في مخاوف كثيرة تطرحها الأطراف السياسية التي تشارك في الانتخابات، وكذلك القوى السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات فهي الأخرى أيضا لديها الكثير من المخاوف وربما الكثير من الإجراءات التي قد تفرض في يوم الاقتراع أو في الاقتراب أكثر من العد التنازلي لإجراء الانتخابات المحلية. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن شكل وطبيعة السيناريو المتوقع كلما اقتربنا من موعد الانتخابات. الأمور سياسيا هل تذهب باتجاه يوم اقتراع آمن لكل القوى السياسية التي تنافس أم أن المخاوف التي يتحدث عنها طرف سياسي معين؟ والحديث هنا عن الإطار التنسيقي الذي يخشى على التوازن كثيرا، كما عبر عدد ليس بالقليل من قيادات الإطار التنسيقي عن تلك النقطة. كيف سيكون المشهد إذا ما لم تتمكن الحكومة من فرض القناعات الأمنية على ذلك الذي لم يقتنع في فكرة الانتخابات والذي قرر المقاطعة والذي قد يفكر في إجراء عملية واضحة تتمثل في عرقلة الوصول إلى صناديق الاقتراع؟ ونتحدث أيضا عن شكل وطبيعة المسار السياسي، هل سيتأثر أو هل سيؤثر هو الآخر في المقابل في قناعات الناخب؟ وهل القوى السياسية قادرة على إنضاج فكرة الانتخاب بشكل يتمثل في عملية برامج انتخابية مختلفة عن تلك التي كانت تطرح على مدار السنوات الماضية، أم أن الخطاب هو ذات الخطاب والبرامج هي ذات البرامج والنظر هنا ربما سيكون مختلف كلما اقتربنا من نوعية الخطابات التي قدمت للناخبين من زعامات وقيادات سياسية مهمة في كل المكونات سياسيا وسنيا وكرديا وشيعيا، فبعضهم تحدث عن التوازن والبعض الآخر يتحدث عن جهد بذل في عملية الاستقرار الأمني، وبالتالي إذا ما غاب أو اختفى عن المشهد فإن المسار الأمني قد يختلف وقد يتغير، وآخر استخدم لغة هابطة في عملية التعبير عن لغة الاستهداف ونوعية الخصومة السياسية. أحييكم وأناقش هذه الملفات مع ضيوفي هنا في الاستوديو، نائب الوزير الأسبق السيد جاسم محمد جعفر، ورحب بجناب كل الترحيب حياكم الله، وأيضا النائب السيدة سروة عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد، ورحب بك سيدة سروة كل الترحيب حياكم الله. وأبدأ منكم سيدة سروة، شلون يمكن نتصور وضع المشهد السياسي كلما اقتربنا من الموعد موعد الانتخابات المحلية؟ هل يمكن أن يبقى الوضع كما هو عليه الآن أم أن كل شيء متوقع، وبالتالي فكرة أن تذهب الأمور إلى استقرار كامل لحين الوصول إلى الانتخابات أو موعد الانتخابات ربما هي فكرة مستبعدة أو تحتاج إلى قراءة؟ مساء الخير، تحية لك ولأخي أستاذ قاسم ومشاهديكم الكرام. طبعا بصراحة يعني أنت في العراق ما تقدر تتوقع أي شيء، يعني لأن في ليلة وضحاها أنه تتغير كل المفاهيم، لكن لحد هذه اللحظة أنه الأمور نحو إجراء الانتخابات بدون مشاكل لحد اليوم اللي نحكي بموضوع الانتخابات وإجراء الانتخابات. شاهدنا بعض يعني المشاكل التي حدثت، منع مرشحين من يعني بدء بحملات انتخابية وما شابه، وكذلك نرى أن الساحة السنية هي الحامية الآن، يعني أنه هذا الصراع ما بين الكتل السنية المختلفة قد هذا تنعكس على واقع الانتخابات، لا أقصد أمنيا بس أقصد أنه قد يكون هناك جهة تربح أكثر من جهة ثانية بسبب كل هذا المشهد اللي نراه. لكن بشكل عام أنه لحد هذه اللحظة الإجراءات هي مستمرة، وكل المؤشرات تقول بأن الانتخابات ستجري بدون مشاكل. شلون بدون مشاكل وعندنا طرف سياسي مهم مقاطع للانتخابات وقوى سياسية أخرى تتخوف من أن يكون هناك سلوك يمارس من هذا الطرف السياسي الذي يقاطع، والحديث هنا على التيار الصدري؟ طبعا هو إذا يريد يعني التيار الصدري إذا يردون يعرقلون العملية الانتخابية بالتأكيد هم قادرين على ذلك، خصوصا في المناطق الشيعية يعني.
لكن بشكل عام انا اتحدث انه اذا استبعدنا انه التيار الصدري، لان لحد الان اكو هدوء من قبل التيار الصدري، ما نشوف انه هذا الاحتدام وصراع فيما يتعلق بمنع اجراء الانتخابات، ولم يبقى لدينا يعني سوى ايام قليله، فممكن انه هم مهتمين بموضوع المشاركه وقاطعوا الانتخابات، فلذلك قد يعني يتركون الساحه للاخرين للمشاركه في الانتخابات. ومثل ما تفضلت ايضا قد يكون هناك فعلا في اللحظات الاخيره، فلهذا انا بالبدايه قلت مستحيل واحد يقدر يتوقع في اللحظات الاخيره انه يغلقون المراكز الانتخابية، ما يخلون الناس تذهب للانتخابات. كل هذه الأمور هي في العراق متوقعة، لكن أنا أتحدث أنه لحد الآن هي الإجراءات ماشية سليم بشكل طبيعي. جيد، راح أتحدث مع حضرتك السيدة سورة في المصلحة السياسية والمصلحة المجتمعية في إجراء الانتخابات المحلية. أستاذ جاسم أرحب بجنابك مرة ثانية. هل التخوف هو فقط الآن مرتبط، نتحدث عن الإطار التنسيقي، هو مرتبط في غياب التيار الصدري والسلوك الذي قد يمارسه التيار الصدري في يوم الاقتراع أو قبل يوم الاقتراع، أم لديكم مخاوف أخرى تتعلق في مثلا عدم قدرة الحكومة على ضبط الأمور بالتزامن مع موعد الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيات لجلالة قدرتنا الكريمة وجميع المشاهدين الكرام. نعم، التخوف موجود والقلق موجود لما تفضلت، ولكن بدأ يوما بعد يوم صراحة تقل وتزول نوعا ما. لو ترجع قبل تقريبا أسبوعين أكثر، كان هناك نوعا ما في التواصل الاجتماعي لتمزيق الصور، للحديث بالتهديد عن المقاطعة. أنا أتصور هناك يعني حديث بين شخصيات مؤثرة في الواقع العراقي، لا أريد أسميها، مع سماحة السيد، بأن أنت إذا عندك مشروع معين تريد تأجل لهذا المشروع اطرحها حتى نتفاوض عليه. شخصيات مؤثرة؟ نعم، شخصيات مؤثرة. منو؟ سياسية لو دينية؟ دينية. دينية المرجعي. أي دينية. تحدثت مع السيد أكو مختلف؟ حديث بأنه إذا أنت عندك مشروع للتأجيل بسبب تريد تشارك مرة ثانية، اطرحها حتى يصير تفاوض عليه، لأن التأجيل 3 أشهر ما يأثر على الواقع، ولكن هالشكل تأجيل بدون أي معمة، أنت تريد تبتعد عن السياسة وما تريد تشارك في الانتخابات وتريد أن تقاطع. هذا الحديث شوية يعني وصل بأنه مثل ما تفضلت، إذا المكون خسر 6-7 من مقاعده في بغداد، من المسؤول؟ باكر ترى كله يوقع على راسك، يعني أنت سويت بغداد اللي كان أكثرية شيعية وصار أقلية شيعية، وتتحمل مسؤوليته بكل الأحوال. أنا أتصور هذا الحديث بدأ يأخذ يعني مجراه، وبدأ يبين بأنه ليس هناك هاي الأيام حديث عن تمزيق هذا الصور. قبل قد كان الحديث؟ أسبوعين. يعني أول بدأ أكثر من أسبوعين، ولكن بدأ يأثر. صار هذا كان بوساطة لو لا هي برغبة من المرجعية بشكل مباشر؟ لا، برغبة من المرجعية، يعني من المهردة سمين مرجعية. لا هي المرجعية واحد. لا، جهات دينية، علماء دين، حتى لا نكون نحدد شخص معين. الحديث بهذا الاتجاه بأنه هاي القضية نحن معاك، ما شاركت وإلك أفرادك، ولكن حدد، قلت 3 أشهر قبل الانتخابات حتى يتفاوضون عليه. هذا الحديث طبعا قبل شهر، هذا هسه تصور صار من الماضي بعد، لأن القضية فد مرة وصلنا إلى المهم. حتى الإخوة، أنا أرى هناك رسالة من سماحة السيد لأفراده بأنه أنتم قاطعوا، لا تشاركوا، ولكن لا تحاولوا أن تكونوا السبب في إيجاد يعني حالة من الذعر والخوف والقلق أمام الناس، وبالتالي قد نلام في المستقبل إذا تغيرت بعض النسب في المحافظات المختلفة. الواضح عندكم شنو الآن؟ أنتم مثلا في دورة القانون في الإطار بشكل عام؟ نحن نقول هناك 3 شرائح في المجتمع. شريحة مثقفة فاعلة مؤثرة، وعلى الأكثر ما يشارك بالانتخابات في الفصول القبل يعني. الآن أتصور متحمس على أن يشارك بسبب يحس بأنه إذا لم يشارك العراق إلى شباب إلى هواء يعني إلى شباك هذول راح يشاركون أكثر مما كان قبل. أكو من يعيش في أجواء الأخوة الصدريين في مدينة الصدر في الشعلة،
القسم يعني هم مو وياهم بس راح يعني خوفا احتراما قلقا يقل مشاركته. بس هذه مناطق كثافه سكانيه عاليه. ما يشاركون ها؟ هذه المناطق مثلا الشعله، الحريه، مدينه الصدر، مناطق ذات كثافه سكانيه عاليه راح تكثر. شوف احنا دستورنا قانوننا استاذ علي ما يهتم بالنسبه، لكن ما حدد انه اذا شار اذا حصل الواحد 5 اصوات ما له حق يروح الى مجلس المحافظه. هو الاكثر اذا اكو واحد 5 او واحد 4 ابو الـ5 يروح. تمام. هذه رساله بانه ترى هاي المقاطعات ما ياثر كلش. ليش خايفين اذا من التوازن؟ موضوع التوازن. لا طبعا التوازن خاف منه، لا التوازن خاف منه. لا النسبه ما راح تاثر. طيب هذا بغداد وتعرف الامم المتحده لو صاروا تدري بين الامم المتحده تراقب. هاي اليوم الشيعه يدعون امه اكثريه بغداد صاروا اقليه. هذا تاثر بالمستقبل ترى. هاي المسائل الى ايثار بكركوك تدري هاي المسائل دائما عندنا نسعى الى ان احنا نزيد فلان ينقص. مقاطعه الصدرين ممكن ان تحول المكون الشيعي الى اقليه في بغداد؟ في بغداد ودياله تقريبا اكثر شيء في بغداد ودياله وبابلهم قليل مقاطعه الصدرين ممكن تحول المكون الشيعي الى اقليه؟ لا مو اقليه، اذا رفع وازيل الخوف والقلق يبقى يعني العدد جيد. اما اذا بقى القلق والتهديد شيء تأثر. سيدة سروة خلينا نتحدث وياك بهذه النقطة وقضية التوازن. نحن نتحدث عن انتخابات محلية والآن الأستاذ جاسم يتحدث عن موضوع التوازن والخوف من التوازن. ربما الأمر في الساحة الكردية مختلف تماما لأن التنافس ينحصر بين أطراف سياسية ماسكة في السلطة وأخرى تسعى لمنافسة البارتي واليكتي، لكن شيعيا وسنيا الأمر الآن وصل إلى مرحلة العودة لمفردة التوازن وضرورة أن يكون هناك حفظ لحق المكونات، ونحن نتحدث عن انتخابات محلية. هل يشكل ذلك عودة لمربعات قديمة؟ أنا أعتذر يعني قد أتحدث بشكل صريح بصراحة. من كان المكونات هم الأغلبية، مثلا لو على سبيل المثال المكون الشيعي هم الأغلبية في بغداد وفي محافظات الجنوبية، ماذا قدموا للجمهور؟ يعني هو القياس مو هذا، يعني المكون حتى لو يكون عنده الأقلية بس يكون هو فاعل ويشتغل لخدمة المواطن ويقدم خدمات على أرض الواقع، هو هذا الأساس. يعني أساس الانتخابات مو أني أجي أفرض والله أني الأكثرية وأنت يعني كمكون أتحدث وليس ككتل سياسية. ككتل سياسية احنا نذهب للانتخابات حتى نبين أنه أي كتلة سياسية هي تجيب الأكثرية أو يعني تفوز على الآخرين، لكن بالمفهوم العام إذا احنا مواطنين عراقيين حقيقيين ونؤمن بحق المواطنة يجب أن نتجاوز هذه الأمور، نتجاوز موضوع المكونات وشيعة وسنة وكرد. يعني احنا في إقليم كردستان اللي يحكمنا هو الكرد، يعني ما عندنا واحد عربي. بس المواطن الكردي مرتاح عايش بكرامته وما عنده مشاكل. بس احنا صار لهم 4 أشهر ما يستلموا الرواتب في ظل حكم كردي 100%. يعني فهو بالنسبة لي هذا مو قياس، وموضوع التوازن يعني مثل ما يقولون آخر شيء أفكر به موضوع التوازن. أنا الهدف الأساسي من إجراء الانتخابات من وجهة نظري ومن وجهة نظر الجيل الجديد أنه الناس تروح تختار الصح، تختار الجهة السياسية اللي قد تأمن لها حياة كريمة. يعني هذا هو إجراء الانتخابات، أما في سياق آخر نتحدث عن المكونات هذا شأن آخر مو شأن انتخابي بصراحة. يعني من وجهة نظري إنه هو الآن في صلب الموضوع يستخدم هذا الحديث أنه ما يتحدث مثلا السيد عمار الحكيم عن المخاوف والقلق من أن تتأثر معادلة التوازن إذا ما مورس دور معين من أطراف سياسية في يوم الانتخابات. أنا يقول أنه جميع الأحزاب السياسية اللي شاركت في السلطة فشلوا في إقناع الجمهور بأن يرجعوا يصوتوا لهم، يعني فوين يرحون؟ لدغدغة مشاعر الناس. فسواء كان خطاب قومي، خطاب مذهبي، خطاب مناطقي، كل هذه الخطابات وقت الانتخابات يستخدموها.
يعني وبعدين يروحون يتفقون فيما بينهم كأنه شيئا لم يكن، فبالتالي انه هذا الخطاب هو مكشوف لدى السلوك الانتخابي يستخدم في من اجل كسب الناخب بالضبط. يعني قد يكون الجانب الاخر هو الى علاقه ب انه ما يكون التيار الصدري يضغطون على موضوع الانتخابات حتى الجماعة يعني يذهبون إلى الانتخابات بشكل هادئ بدون مشاكل، بدون قد يكون هو هذا الجزء الآخر أو شو اسمه اللي يردون يوصلوها كرسالة إلى سماحة السيد مقتدى الصدر. فبالتالي أيا كان الهدف، المواطن في العراق بشكل عام سواء كان في زاخو أو في البصرة أو في كركوك في أنبار في الموصل في أي منطقة أصبح يعلم جيدا بأن الخطاب السياسي اللي يتحدث يحاول أن يتحدث عن المكونات وعن حق الطائفة على طائفة وحق أنه الأغلبية لازم تبقى أشياء، أنتم طول عمركم أغلبية يعني من 2003 إلى اليوم رئيس وزراء من عندكم، أغلب الوزراء من عندكم، أغلبية النواب من مكون الشيعي، وشفنا أنه التظاهرات لا التظاهرات اللي تخرجت اغلبها في مناطق الشيعيه ضد الحكم الشيعي، هسه اليوم من تطلع مظاهرات في سليمانيه وفي اربيل ضد حكم من كردي، يعني مو استاذ جاسم جاي يحكم في كردستان حتى يجون يظاهرون ضده. فبالتالي انه انا من وجهه نظري انه علينا ان نذهب للانتخابات بتوجه انتخابي حقيقي، انه اني اجي افرض نفسي برامج. من خلال برامجي مو من خلال انه استعطاء. فيها موجوده البرامج في التنافس الانتخابي الحالي؟ انا ما شفتها بصراحه، ما مدى اشوف انه اكو شيء جديد. لا جديد. استاذ جاسم، في الحديث عن التوازن وهذا الخطاب الذي بدا يصدر في هذه الايام بالتحديد، اختصرت القصة السيدة سورة بالطريقة التالية: شيعيا إذا ما كانت هناك مخاوف على معادلة التوازن فما الذي قدمته المنظومة السياسية الشيعية للمجتمع الشيعي؟ هذا واحد. اثنين، الأغلبية هي محفوظة للمكون الشيعي منذ الدخول في تجربة جديدة، والحديث هنا عن تجربة ما بعد عام 2003 وإلى الآن. مناطق الاحتجاج مثلا عندما احتجت الشباب أو الجمهور بشكل عام أيام تشرين كانت في مناطق شيعية كردية، تتحدث لك مثلا عندما حصل الاحتجاج هو في مناطق كردية على منظومة سياسية كردية. فبالتالي الحديث عن معادلة التوازن لا يعني المجتمع هذا الأمر، هذا يعني القوى السياسية. بس ما له يعني ربط بهاي القضايا. أنا أشوف عندما نتحدث عن المكون هناك أكثر من 50-60 حزب، وحزب يعني أحزاب جديدة في الواقع الشيعي، وهؤلاء ساحاتهم هاي ساحات المكون الشيعي، مو شرط أن يكون هذه الأحزاب هم صاحب السلطة، مو شرط يعني. كما الجيل الجديد لم يكن موجود قبل 10 سنوات، الآن اكتسح إقليم كردستان وصار له دور، ولكن كان يعني تقريبا مرشحين قبل 5 سنوات ما موجود. قبل 5 سنوات إيه يعني قبل 10 سنوات حتى ما كانت موجود، ولكن كان ساحة عملها من الأخوة الكرد. يعني الجيل الجديد ما تمدد على مثلا على العرب، ولا تمدد على عرب السنة، ولا على التركمان، لأنه ساحة عمله، هذا صار تطور بساحة عمله. احنا من نتحدث ما يهمنا من يفوز، مو دولة قارن ولا الحكمة، مو شرط هذا، ولكن عندما يكون الحضور أقل، هذه 50-60 حزب اللي ساحة عمله اللي على الأكثر مدينة الصدر الشعلة، هذول كلهم راح يكون أعدادهم قليلة. الهدف الحديث بهذا الاتجاه، وليس حديثكم نفس الأحزاب القديمة اللي قدموا للعراق وصار. وكذلك بالنسبة للانتخابات الأخيرة التشرينيون حصلوا على 30-40 مقعد، اللي ما كان منيجة كذلك من وعي جماهير صار عندهم، قالوا بأن نريد نغير وغيروا ولو ما جابت نتيجة بصراحة، ولكن غيروا. احنا الهدف منا كلما يشارك زائد يمكن ان يوجد تغيير، يمكن ان يؤثر على الواقع العملي، يمكن ان ينتج حكومة قادرة على تقديم خدمات احسن واكثر مما كان سابقا. ليس الهدف بانه نفس الاحزاب ايش قدموا حتى يقول. احنا هدفنا بانه عندما يكون التنافس شديد لاعتياد الكل ينتخب الاصلح، والناس عنده وعي،
وبالتالي هذا الأصل احتمال يقدم خدمات. أما العزلة، الانقطاع، الجلوس في البيت، اعتياد راح يكون نفس هذول يصعدون. قلت لك يعني دولة قانون إذا كان عنده مثلا 15، إذا كل واحد يجيب له 15 نفر يصعد إذا كان على أكثرية. هو بالحديث، بالحديث عن الجمهور أستاذ جاسم، هناك من يتحدث بهذه الطريقة أنه معادلة الأرقام هي ثابتة. مثلا دولة القانون هو لديه تنظيم، وتنظيم انتخابي مميز داخل القوى السياسية الشيعية، وبالتالي لديه ماكينة انتخابية. الحكمة كذلك لديه ماكينة انتخابية تحرك وفق مساحات معينة، باقي الأطراف السياسية، وبالتالي عملية أدلجة الأحزاب موجودة، لكل حزب جمهوره وجمهوره ثابت يتحرك وفق المساحة اللي يحتاجها الحزب. مقاطعة التيار، دعوة التيار للمقاطعة لن تؤثر لا على التوازن ولا على حصة هذه الأحزاب. يعني اذا صدق وصل القضيه، شوف احنا في مثلا مدينه الصدر والشعله عندنا ما يقارب 1.5 مليون ناخب، يعني اللي ينتخب هو العدد اكثر من هذا. هذا المليون اذا وصل الى 100,000 تاثر، يعني صراحه تاثر على الكل، وبالتالي يجي الاحزاب المؤسسه ما يروح للانتخابات، لا يروح، بالعكس انا اشوف هذا التنافس اعطى. ليش هو الانتخابات الاخيره دائره منصور ثلاثة شيعه فازوا واحد سني؟ اي هسه هذا عندما كان الشيعه حاضرين، هسه هاي المره الاخوه المكون السني عنده تنافس على هذا بعد قضيه التقدم والمشاكل اللي صارت. اللي جابوا مقعد هناك يعني واثنين راحوا للمستقلين. كليت يعني ثلاث شرايح، اكو مناطق بها يعني المثقفين هذول عندهم اختيارات خاصه، مو اختيارهم مثل ما موجود. تشوف قرار قاده الحلبوسي راح يرفع نسبه المشاركه؟ لا، التنافس داخل المكون السني راح يرفعها. يعني هذا القرار من مصلحه الحلبوسي؟ مو مصلحة، لا مو شرط، احتمال المنافسين له، لان هو راح يقل شو اسمه هيبته وتاثيره وإرادته، وين يروح هاي الاصوات؟ الى اطراف اخرى، وبالتالي يزيد التنافس فيما بيناتهم. هذا بالذات ببغداد يعني الان. هو كان ممكن القفز على كل هذه المخاوف استاذ جاسم، البعض يطرح هذه الفكره، لماذا اصر الاطار على اجراء الانتخابات ولم يفكر في مشروع دمج الانتخابات مثلا مع البرلمانيه في 2024 وتنتهي اراده قصه المخاوف؟ وما له علاقه، اراده الدوله اتفق عليه بصراحه. لكن قرار اجراءها من عدم هو قرار اطار. لا لا لا، مو قرار اطار بصراحه، قرار اراده الدوله وحكومه، الكل مشاركة، ما تبين شريحة من الشرائح بأنه ما يريد الانتخابات، وإلا الأخوة السنة قالوا ما نريد، وحتى الأخوة الصدريين لو كانوا قايلين مثلا نريد بعد شهر أو نريد ندمج، نريد ندمج مثلا، وقدموا بمشروع كما قدموا في كثير من القضايا مشاريع إلى مجلس الرئيس الجمهورية وبعدين أتى إلى البرلمان، هناك كثير من القضايا كان اسمه مشروع رئيس الجمهورية ولكن كان هو الأخوة الصدريين يجيبوا البرلمان، وخذ تدري بيها احنا كنا نناقشه نزيده ننقصه، يعني ما كان يكون مشروع يطلب بها الأخوة الصدريين للمشاركة بآلية معينة حتى نجلس، لأن ليس من مصلحة الشيعة بالذات أن يكون الأخوة الصدريين خارج الانتخابات. ليش؟ ليس مصلحتنا. ليش؟ يعني اولا شريحه كبيره ومهمه، شريحه قادره على ايجاد بلبله مشاكل، شريحه ما معقول يعني تتعوف عدد كبير من هؤلاء يعني ما يشاركون، وحتى نفقد مصداقيه بصراحه عندما يكون هناك يعني مثلا من كل 1000 شيعي 200 يشارك 800 ما يشارك، ياثر على المصداقيه بشكل عام. احنا ليش من مصلحتنا الا يشاركوا، يجب ان يشاركوا، ولكن مره الطرف يقول بلي انا اشارك بعد 6 شهور، اشارك بعد ما تسووا لي هذا، الاخوان يعني انسحبوا بعد ما. بس هذه راح نناقشها، فكره المخاوف وتاثيرها ايضا على عدم مشاركتهم مثلا في الانتخابات البرلمانيه القادمه اذا ما اجريت الانتخابات في ظل غياب التيار الصدري. سيدي ثروه، قبل نتحدث في موضوع البرامج الانتخابيه، عملية غياب التيار الصدري من انتخابات مجالس المحافظات، الآن هناك مخاوف قبل إجراء الانتخابات، أيهما أخطر هذه المخاوف؟ أين تتركز أكثر؟ في مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات في ظل غياب التيار الصدري، لو لا الخطر راح يكون بعد إجراء الانتخابات وانتخاب مجلس لكل محافظة وانتخاب محافظ لكل محافظة في ظل غياب التيار الصدري، شلون يمكن نتصور السيناريو؟ شوف انا باعتقادي انه مثل ما صار في برلمان انه انسحبوا التيار الصدري، اثر على دور
مجلس النواب وأثر على فاعلية مجلس النواب. تأثر بانسحاب التيار السابق؟ بالتأكيد، يعني كل هاي المشاكل هسه احنا برلمان جامد بصراحة، يعني صار لنا أشهر قاعدين بدون جلسات يعني. ليش لو الصدرين موجودين شو يصير مثلا؟ لا، على الأقل اكو منافسة شيعية قوية. يعني هم هسه الإطار التنسيقي هم كلهم يعني متفقين حول كل المفاهيم، كل الشغلات اللي يردوها هم متفقين فيما بيناتهم. كان اكو عندهم ضد النوعي اللي هو التيار الصدري، فكان واحد يعني حتى ينافس الثاني يروح يجيب مشاريع، يروح يلتزم بالدوام اكثر، يحاولون يكون هناك جلسات اكثر، لكن اليوم ما شفنا لا اكو جلسات لا شيء. فهذا راح يكون حال مجالس المحافظات. اما اذا نتحدث عن انه اللي يخسرون هم جمهور تيار الصدري، ما عندهم تمثيل داخل مجالس المحافظات، والا الاخرين ما يخسرون. يعني انا اتحدث عن جانب كمعارض او كصوت قوي او كصوت مخالف للاصوات الاخرى. اوكي، هو انتم بتجربتكم كمعارضه سيده سولو، كمعارضه شلون نتصور الوضع مثلا في الوسط والجنوب، والتيار الصدري هو يناور في دور المعارضه وفي دور السلطه في احيان كثيره، الان هو في عمليه انسحاب غيابه من التمثيل في مجالس المحافظات، هذا ممكن يرتب الوضع في المحافظات؟ ممكن ان تستقر المحافظات لو لا على العكس تماما؟ هو اذا اكو قانون طبعا تستقر المحافظات، هو خيار سياسي لحزب سياسي جهه سياسيه انسحبوا من الانتخابات. لكن في ظل الضعف اللي نراه في الدوله العراقيه بشكل عام، لا اكيد سيكون هناك التاثيرات، ودائما مجالس المحافظات سيكونون مهددين ب مظاهرات، يعني اذا ما كان هناك تلبيه لمطالب الجمهور، ما كان هناك عمل حقيقي، قد يكون هناك فعلا دائما مهددين. لكن انا اذا اتحدث عن الجانب السياسي، انه الجانب السياسي خلاص انه التيار الصدري اختاروا هذا الطريق، يفترض انه هذا اختيارهم، ويتركون الاخرين ويكونون مراقبين من خارج مجالس المحافظات. هو في مجالس المحافظات هل هناك اهميه او مصلحه الان في هذا التوقيت في ان تعود مجالس المحافظات؟ اي نعم هي دستوريه، لكن نتحدث عن المصلحه. اذا تسالني انا مع توزيع الصلاحيات، وانا مع مجالس المحافظات، وانا مع انه الصلاحيات تتوزع في كل المحافظات، وحتى داخل المحافظه تتوزع الى ادنى المستويات، انا ضد المركزيه بصراحه يعني. فلهذا اعتبر انه انتخابات مجالس المحافظات مهمه جدا، ومهم ان يكون المحافظات يكون عندهم يعني ممثليهم داخل مجالس المحافظات لامور محليه الى علاقه بالخدمات، الى علاقه بالمحافظه. لكن هناك انطباع عن مجالس المحافظات سيدة سوا، هسه شوف انطباع الفساد، الابتزاز الذي كان يمارس بحق المحافظين. اكو انطباع البرلمان فاشل، اكو انطباع الحكومات فاشله، ما قدرت تسوي شيء. يعني احنا نلغي كل شيء لان اكو انطباع مو احنا دور وعملنا كأحزاب سياسية أنه نرجع الثقة للمواطن، ونخلي المواطن يثق بهذه المجالس، ويكون فعلا أكو ناس بعض المحافظات اشتغلت صح وأفضل في غياب مجالس المحافظات، وضعها تطور. وينه؟ يعني مثلا كربلاء، واسط، الأنبار، نينوى، اكو بيها شغل، اكو بيها عمل بغياب مجالس المحافظه. هو ما له علاقه بغياب مجالس المحافظه صدقني. يعني هسه هم لو اكو مجالس محافظات، هم اذا اكو اراده ويردون يشتغلون يشتغلون اكثر بالعكس يعني. وهذه المره انه قد يكون هناك ائتلافات لاختيار المحافظ، فبالتاكيد يكون هناك دعم للمحافظ حتى يعني يشتغل اكثر. في اي يعني في اي طريقه اذا نتحدث عن موضوع الانتخابات، مجالس المحافظات هو مهمه جدا. انا لو بيدي اسويها حتى مجالس البلديات العقضيه وكل هاي اللي يصير بالانتخابات، حتى الناس يكون
تدري في الغرب هو يعني يروحون يحاسبون الشخص يقول انه انت جايب صوتي، انت ليش مثلا فلان شغله ما تمشيش، ليش كذا. مع الاسف لكن احنا تم توظيف الاشياء بشكل خاطئ. تمام، يعني مثل ما موجود في البرلمان، يعني البرلمان يجي برلماني شايل بيده فايل يعين له 10 اشخاص او 20 شخص وخمس ملايين عطل في الشارع، ما يفكر انه هو دوره انه لازم يسوي مشاريع قوانين او يكون يفرض على الحكومه لايجاد حلول ل 50 عاطل، يجي عين ل 20. هو هذا مفهوم خاطئ ويفترض انه برلمان هم ما راح يسوي انتخابات. سيد جاسم، خلينا نتحدث الان في سيناريو ما بعد اجراء الانتخابات. لا. سيده ثروه الان قادتنا لنقطه مهمه وهي مساله انه اذا ما كانت الحكومه ضعيفه، الدوله غير قادره، من الممكن ان تحصل اشياء. التيار الصدري كنا نتحدث عن عدم مشاركة، قرر عدم المشاركة وهذا القرار خاص بالتيار الصدري، لكن ألا يتخوف الإطار التنسيقي من أن يبدأ التيار في مرحلة الاحتجاج والعودة للشارع من جديد بعد إجراء الانتخابات واختيار محافظين جدد واختيار أعضاء جدد لمجالس المحافظات بحجة غياب الخدمات وعدم ما راح يتركون الشارع وما راح يبقون ساكتين، وحتما بين الحين والآخر يكون لهم دور، وهذا مريود شعبية ماكو إشكال. إحنا بصراحة أي عمل سلمي على نطاق المحافظات وعلى نطاق العراق بشكل عام مريود ومحبذ، يعني مو بس مريود، محبذ، بس لا يتحول إلى عرقلة قانون، عرقلة دستور. هذا الذي يعني إنسان يقلق عليه. وبالتالي أنا أقول بأنه راح يكون مشاكل عندنا بصراحة. ليش إحنا نصر؟ أنا قلت بأنه لو كان هناك إرادة، قد سمحت السيد بأنه أجلوا 4 أشهر حتى إحنا نشارك نلحق، أتصور الإطار كان يستجيب، ما أتصور كان يرد. ولكن ما صار في الحديث بأنه الجماعة ناوين كنية أصلا بأنه هناك، بينما صار بأنه إحنا قاطعنا ونتابع. إحنا ما راح نشارك ويا هؤلاء اللي سموهم بانه الفاسدين او قرار فاسدين. بكل الاحوال انا اتصور الاراده الصحيحه لكل العراق وليس فقط المكون الشيعي بان يكون الكل حاضر وكل ينافس على حقه وكل يعمل على ان يكون له دور. في هو الان الخوف والقلق مثلا في مجالس المحافظات، ماذا لو قرر مثلا التيار الصدري عدم المشاركه حتى في الانتخابات البرلمانيه؟ شو يصير؟ ما تسوي يصير شيء يعني موضوع النسبه والمشاركه. هم شوف يشاركون 800,000 صوت ادري يشاركون، اكو استقرار، اكو امن، اكو بناء، اكو اعمار، اكو مشاركه في اداره الدوله. ما يشاركوا الدوله تمشي بدونهم تمشي، ولكن تصير منا مشاكل، منا تظاهرات، منا يدخلون على المجلس، ومنا يدخلون على هاي المسائل. ممكن ان يصير كما صارت في حكومه الكاظم، ولكن ما توقفت الحكومه، اشتغلت الحكومه، بنت ما بنت، سوت ما سوت، ولكن في كل الاحوال الصحيح ان يشاركوا. اما اذا كان قرارهم عدم المشاركه ما راح ياثر. خلينا نتحدث الان بالبرامج استاذ جاسم، هل هي برامج انتخابيه مقنعه الان اذا ما اردنا نتحدث عن عمليه التنافس؟ أما أن التنافس مقتصر الآن على الخطابات التي تتعلق في الهويات الفرعية وتتعلق أيضا في نوعية الخصومة بين هذا الزعيم أو ذاك. يعني أنا أتصور أولا وكأننا في انتخابات برلمانية. لا لا، كل حزب وكل مجموعة لها نظام انتخاب. أنا أتحدث عن دولة القانون اللي شعارنا قوة القرار، نتحدث بأنه القرار الضعيف أو أوصل العراق إلى كثير من المشاكل. علينا أن يكون يعني الأطراف يمتلكون القرار الكافي لتنفيذ المشروع، وليس أن يكون كل شيء يعني إلا يكون هناك توافق في عملية معينة. هذا التوافق وحده يأخر، يؤجل ولا يؤدي. هذا مثلا أحد الشعارات. نتمنى الإعمار، نؤمن بأن مجالس المحافظات مو مجالس تشريعية، مجالس خدمات، اللي يقدر يقدم خدمة، اللي يقدر يقدم إمكانات لبناء محافظته، هذا الذي علينا أن نختاره ونعطي له الفرصة والإدارة. كذلك بأنه الشباب وإدارته، مجموعة من النقاط اللي الموجودة نؤمن بأن هذا إذا تمكنا من تطبيقه يكون تأثير إيجابي. حظوظكم، شنو إيمانكم بحظوظكم؟
على مستوى التنافس جيد. وين راح يكون وضع دولة القاهرة؟ يعني دولة القاهرة الآن تصور في كل محافظات بغداد وجنوب بغداد لا يقل عن الثلث. يعني الأول؟ ما أدري، قد يكون الأول قد يكون الثاني، ولكن نحن نحس بأنه يكون الثلث. إنه يعني بغداد راح تبقى لدولة القانون؟ يعني هذا هو عملنا و... لا المعطيات رغم بأنه قد يكون يعني المقاطعة ضدنا أو العمل ضدنا أقوى من الآخرين. تعرف التمزيق صور، يعني تمزيق صور المالكة وأكثر من تمزيق صور الآخرين في الساحة. أكو فرد نوع من أنواع الحساسية، ولكن إيمان هذا ممكن يكون مردودها عكسي، تجيكم أصوات أكثر، وهذا هم ممكن. إيه طبعا هم ممكن، هم ممكن أن يكون هناك شريحة أخرى هو يدوروا من يمسكون صورته حتى يروح يصوت له. هم أكو بصراحة، ما أريد أحسمها، ولكن إيماننا بأنه نحن في بغداد وجنوب بغداد في كل، يعني إذا كان بغداد عنده مثلا 48 تصور بغداد إيش كان عدد؟ 48 يعني يكون نقسم على ثلاثة يصير 16 تقريبا. مثلا 16 كذا، كربلاء مثلا 15 5، وهكذا. يعني تفاؤل. ما خليت تشيل لنبني ما خليت تشيل لنبني، هم عندهم حظوظ والثلث باخذ ثلثين بعد. اي وعندك قوى مدنية وقوى أخرى. لا تبقى هاي الأحزاب الكبيرة إلى تأثير. لو فصلين لو كانوا مشاركين احنا قلنا 20% ما قلنا الثلث. اي على سائل مسائل موجودة. جيد سيدة ثروة، مسألة التنافس والإنجاز، أنت ذكرت قبل قليل أنه مجالس المحافظات هي مهمة، وبالتالي لو كان القرار لك لاتخذت قرارا في تفعيل حتى المجالس البلدية والأشياء الفرعية الأخرى. هو ما الذي يضمن أن العمل في مجالس المحافظات هذه المرة سيكون مختلف، لأنها توقفت بعد احتجاجات، هذه الاحتجاجات لم تكن على الأقل أعلنت بشكل واضح بضرورة إيقاف مجالس المحافظات، وإنما المجلس اتخذ هذا القرار حتى يضمن لنفسه البقاء ولا يذهب باتجاه حل نفسه. ما الذي يضمن أن الوضع هذه المرة في مجالس المحافظات سيكون مختلف مو مجالس الصفقات؟ شوف علي، احنا في طور بناء الدولة، يعني احنا بعد 2003 لأول مرة من 2005 تعلمنا شنو معنى الانتخابات، قبلها ما نعرف الانتخابات بصراحة. يعني يعني يراد انه المجتمع يعرف انه معنى أهمية الانتخابات ومعنى أهمية صوته ومشاركته في الانتخابات. قد في هذه المرحلة أيضا ما نوصل للطموح اللي احنا نريده، يعني كأحزاب سياسية، أنا أتحدث عن الجيل الجديد، يعني أنه إحنا نعتقد بأن المواطن يجب أن يكون شريك حقيقي في إدارة الدولة، سواء كان في المحافظات، في حكومات، سواء كان حكومة الأقاليم أو الحكومة الاتحادية والبرلمانات. فشلون يكون شريك حقيقي إذا ما عنده فرصة يذهب لاختيار من مقتنع به؟ قد يكون مجالس المحافظات الجاية تكون أسوأ من قبلها، مثل ما كل برلمان يكون أسوأ من اللي قبله، فيكون هذه المجالس أيضا تكون أسوأ من قبلها. لكن أنه أنت من تريد تبني بلد، تبني دولة، ما تبني على مود 4 سنوات و5 سنوات و10 سنوات. أنت هذا راح يكون مصير بلد، ويجب أنه الناس تتعلم تختار صح. والمقاطعة اللي موجودة هي اللي تجيب لنا مجالس محافظات غير كفوءة، برلمانات غير كفوءة. فلهذا يعني يجب أن يكون هناك مشاركة فاعلة حتى أنه مجلس المحافظة يتغير عن سابقاته. هو المتوقع أن تكون هناك مشاركة مرتفعة في ظل المعطيات الحالية؟ هناك توقعات بأن هناك مشاركة جيدة، ما أقول أنه بمستوى الطموح، بس راح يكون أحسن من السابق، باعتبار أنه شافوا أكو ناس دخلوا لبرلمان من خلاله، حتى ما كان عنده حزب لكن استطاع أن يفوز. فشوية أحس أنه الناس بدأت تثق بعملية الانتخابية، قد لا يكون 100% لكن نسبة جيدة أنه هناك ثقة بالعملية الانتخابية. لكن مثل ما تفضل أخي، أنه في ظل وجود هذه الأحزاب والآخرين يقاطعون، فبالتأكيد هم عندهم جمهور وهم يرجعون. يعني هو السبب مو دائما أنه احنا نقول هم نفسهم ونفس الوجوه ونفس الأحزاب،
ما انت ما رحت حتى تختار غيرهم، هم عندهم ناس يروحون يختاروهم. انت جمهورك وين؟ ليش ما قدرت يعني تقنع جمهورك بان يجي يختارك وانت جيد؟ هو في انتخابات تشرين حصل تحول وتغيير، صعود لعدد ليس بقليل من شخصيات مستقلة وقوى سياسية، بعضها على الأقل اتضح أنه كان ظلا لأطراف سياسية أخرى وكشف النقاب عن الهوية الحقيقية، والبعض الآخر ما زال يناور إلى الآن في هويته المخفية. لكن نتحدث عن مجالس المحافظات المرتقبة، هل تتوقعين أن يكون هناك تغيير في الحجوم، أن يكون هناك صعود لقوى سياسية جديدة كما حصل في انتخابات تشرين، لو لا الأمر هذه المرة محسوم للقوى السياسية التقليدية؟ يعني مثلا ما راح تتكرر لا تجربة امتداد ولا تجربة صعود من حيث الرقم للجيل الجديد أو القوى السياسية الأخرى؟ لا، احنا الجيل الجديد دائما نكون الأول. لا، أقصد هذه الانتخابات. هذه الانتخابات كان صعود. احنا في كركوك نتوقع احنا ننافس الاتحاد الوطني على الأول، على المركز الأول بالمناطق، يعني وضعنا جيد جدا. شوف، هذا يعتمد على انه الخطاب هؤلاء شنو كان خلال هاي الفترة بالبرلمان. هل استطاعوا ان الناس تثق بهم؟ الموضوع انه هم هل سيكونون فعلا، هل سيكون هناك وجوه جديدة؟ انا اعتقد انه موضوع القوائم ونظام سانتليغو، اذا لو كانوا عارفين يعني يتعاملون مع هذا النظام لكان الأغلبية هم من الأحزاب الجديدة والوجوه الجديدة والأحزاب الناشئة. مع الأسف أنه الأحزاب الناشئة ما قدروا يتفقون فيما بينهم لخلق تحالف قوي وكبير في كل المحافظات، لكانوا ينافسون الأحزاب، ينافسون دولة القانون. لو كانوا يعني كلهم متحدين في على الأقل قائمتين، ما أقول يعني قائمة واحدة، على الأقل في قائمتين، لكن هذا التشتت قد يخسرون أصواتهم بسبب عدم يعني عبور قراءة القانون بشكل جيد. في وقفة أخيرة مع حضرتك أستاذ جاسم، هل تتوقع أن يكون هناك تغيير في الحجوم أم أن الحجوم الانتخابية هي ثابتة وأن غياب التيار الصدري لعب دورا كبيرا في تقديم خدمة للقوى السياسية التقليدية، بمعنى أن القوى السياسية الشيعية في المناطق الشيعية ستنافس نفسها؟ يعني دولة القانون راح ينافس نبني، ينافس تحالف قوى الدولة، منافسة داخلية. الصغرين ما يختلف يعني، ما تصور لا مكان وحده التيار الصدري وحده، طرف سياسي وحده. لا لا، ما له علاقة، هو التنافس كان موجود وحاليا الان موجود، بالمقابل اكو احزاب حركات اخرى. يعني الاخ نائب رئيس البرلمان عنده حزب سيتحرك، اكو اليه يعني اشوفه يعني حركاته واسعه، اكو اخرين احزاب كتل سياسيه اخرى، هؤلاء هو مو متوجهنا، واكو اطراف اخرى. انا ليش سيد المندلاوي جزء من الاطار يحضر اجتماعات الاطار؟ يجتمع، احنا نتحدث هو كيان خاص له. انت اذا تريد اشكل شو اسمه هو ما نسوي انتخابات اطاري وزع بينات. لا، هو التنافس موجود. أنا ما أتصور يعني الإخوة الصدريين يعني هو تنافس مع فلان وفلان، هم ينافسون ضمن تركيبة اللي الكل ينافس. يعني إحنا كدولة القانون ننافس، الحكمة نبني، كل الكل ينافس على أن يحصل أكثر عدد ممكن، وقد يكون هناك تيارات جديدة شابة ينافس التيارات التقليدية القديمة، وقد يجيب أعداد هم يعني نتعجب. احنا في مجلس النواب تعجبنا كتلة كبيرة وصرفت اموال طائلة، وكان الوحيد يعني بالحديث بالاعلام بالكثير من القضايا ما جاب يعني قبل مثل انسحاب القوى الصدرية بس واحد كان عنده، بعدين صار عنده 4-5. يعني هاي الكتلة ما توقعنا يعني يصير قضية، واذا تريد تجمع اصواته مو قليلة، يعني تريد مرات حتى اكثر اصوات الاخوه الصدريين مجموعه في كل منطقه، ولكن ما صعدوا. يعني مرات هاي الانتخابات يكون لها فد اليه معينه، مو شرط يعني كل من يمتلك كل امكانيات. تكتيك انتخابي، مو بس تكتيك انتخابي، اكو تاثيرات يعني داخل الواقع قد يغير وانت لا هو تحالف قوى الدوله لم يكن قارئا جيدا لقانون الانتخابات.
المثال اللي تحدث عنه تحت انتخابات تشرين. نواب طبعا. لا اتفق معك. كان عندهم 400 الف صوت وما حصلت. الكل جاي ياكد بان دوله القانون راح يكون الخاسر. بينما يعني شفت لانه اتفقنا على في كل منطقه ما ننزل اكثر من واحد، فكانت نتيجه جيده. يعني يحتاج عمل واداء. احنا كذلك الان نرى بان واحنا بعكسكم، احنا نزلنا واحد وكنا يعني قادرين على نحصل مثلا دائرتي كنا نحصل مقعدين، يعني بدائره ثانيه نحصل ثلاث مقاعد. بس هي مجازفه الثانيه. اي صح. احتمال اثنين. فاحنا هم ما جازفنا. خلينا نكون دائره واحده. وش عدد جبتوا يعني بصراحه كان يعني مفاجئ. تقدر تنطيني ترتيب للقوى السياسيه الشيعيه الابرز؟ عندنا تحالف ائتلاف دوله القانون، تحالف نبني، وتحالف قوى الدوله. يعني اول والثاني اتصور دوله القانون ونبني هذول الاكثر. تحالف قوى الدولة راح يكون لا لا مو قوى الدولة. دولة القانون ونبني الأول والثاني. يعني ما يكون صار اتفاق على قيادة المحافظات؟ لا ما صار، بس هو موجود يعني بالأصل موجود. إما الحديث عن أنه في بغداد كان اكو اتفاق بين دولة القانون وتقدم. هو هسه كبعض الأحزاب حتى إذا ما يجيبون نطي، حتى إذا ما يجيبون يعني وكأنه صار في القانون عرف ما يكون كله لطرف. شو قيمة الانتخابات؟ يعني ما محصل شيء ونطي. انت هم ما هذه نظرية الوزن الكلاسي. ايه طبعا انا ما اتفق وياه بان اللي يجيب اكثر عليه انا. ولكن من تدخل الى تنافس يعني كل واحد ما يجي ما يقدر يجي. انا دخلت بامتحان واخذت استحقاق ودرستي كامله، ليش انطيك استحقاق؟ علي 50 زائد واحد ما حد يجيب. 50 زائد واحد يحسب الامر هو ما حد يجيب. وبالتالي عليه ان والحركات والاحزاب الشيعيه ترى واحد يريد يصعد الثاني. تمام. يعني هاي المسائل خلي بانه من الاول خلينا نتفق اولى مما ندخل في صراع. انا اشكركم جزيل الشكر ضيوف الكرام سيد ياسر حمدان، شكرا جزيلا لحضرتك سيدة سارة عبد الواحد، شكرا جزيلا. واشكركم دائما انتم سادة المشاهدين على المتابعه. نلتقي غدا، الى اللقاء.